أكثر شغلة حمستنا شخصيا اشترك بهالمسابقة ببعض المحلات. نحن الناصحين توصل لمحل دورنا يمكن محدود، انه يمكن ولا مرة شايفة فيديو كليب مثلا مع بنت عم بتشارك الفنان او البطل بالاحساس، انه هذا كتير شجعني انه اجي شارك وفرجي انه دورنا لا مش محدود، عنا احساس عنا مشاعر اي كان شكلنا، وبنفس الوقت لو نحن ناصحين فينا نكون عم نهتم بشكلنا وبمنظرنا الخارجي ونفرج العالم انه إلنا حياة فينا نعيش مثلنا مثل الكل. وجاي كرمال هون وصل لكل بنت، مش كرمال شخصيا جاي لهون، جاي لكل بنت قاعدة ببيتها تقوم تظهر على الحياة. كل بنت اكيد عندها وزن زايد. هل السنة الماضية شجعتك، ساهمت بالاشتراك السنة؟ شخصيا ما حضرتها هذيك السنة، رجعنا حضرناها مع الوقت، بس شجعتنا حلقة هذيك السنة تكون أقوى نحن هالسنة، تنفرج الصورة يمكن أفضل سنة عن سنة. بالنسبة لك شو الصفة اللي بتمتلكيها يلي متميزة وبتخليك أنت تربح السنة؟ يعني أكثر صفة هي الثقافة كلها، يعني مش بس أنا، يعني كلنا عم نتمتع فيها، بس بعتقد هي الثقافة أهم نقطة، لأنه ما فيك تكوني عم بتشاركي بهيك مسابقة وما عندك ثقافة، مش علم، الثقافة أهم من العلم. شو الرسالة اللي حابة توجهيها للمجتمع من خلال اشتراكك بالمسابقة؟ الرسالة اللي بدنا نوجهها رسالتي أنا لكل بنت بدينة مش للمجتمع، لأنه هي بتبلش منا نحن، من كل بنت بدينة بتبلش الرسالة. إذا كلنا انطلقنا عن المجتمع ما بعتقد المجتمع رح يقدر يرفض هالقد كمية كبيرة، بس لما أنا بدي أكون منغلقة على حالي وقاعدة ببيتي ولا ناصحة ما بيقبلوني، ما لا في نبش وين بيقبلوني، وين ما كنت وين محلي تكون أنا عم خوض الحياة ويكون إلي مكانة من هي القدرات والكفاءات أي إنسان فيه خدها، لأن نحن من هي كلنا مثل بعضنا، كلنا إنسان. إذا حلا فيك الحظ وننت اللقب، في عندك كوز بتحب تشتغلي عليها أو عمل اجتماعي معين بتحب تقومي فيه؟ هلا يعني ما كتير فكرت فيه للموضوع، مع انه لازم نفكر بهيك موضوع، بس برايي تنكون نحن عم نشجع ونفرجيهم قد ايه نحن ثقتنا بحالنا قويه وقد ايه نحن حابينهم يكونوا مثلنا، ويمكن هن احسن منا بس مش عارفين هيدا الشيء، باجانس مثل اي اجانس بيشاركوا فيها الصبايا الحلوه، تكون اجانس للجميلات البدينات، اجانس بيكونوا بتعرفوا الاجانس اي كان السبب، ان كنت انا ربحت او حتى نحن اللي ما رح نربح ونكفي او يطلع لنا التاج، كنا كثير عم نحكي انه نحن بين بعضنا نعمل هالجمعيه اللي تدعي كل فتاه بدينه تكون هي نواه بقلب هيدي الجمعيه.